بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ عثمان الخميس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن نبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، وسنتكلم في هذه الليلة كذلك عن آدم، ولكن عن آدم الثاني أو آدم الأصغر، وهو نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. وقيل له آدم الثاني أو آدم الأصغر لقول الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من على وجه الأرض هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، مصداقا لطلب نوح من ربه تبارك وتعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وذلك أن الله أهلك كل من على الأرض. وذكر كثير من أهل العلم أن الذين نجوا مع نوح من المؤمنين لم يكن لهم نسل، بل بقي النسل في ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل، بل هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. وذلك أن آدم صلوات الله وسلامه عليه نبي وليس برسول، وأول رسول هو نوح صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن الناس عندما يأتونه يوم يأتون آدم يوم القيامة يريدون منه أن يشفع لهم عند ربه تبارك وتعالى بأن يعجل الحكم فيهم، فيعتذر آدم صلوات الله وسلامه عليه ويقول: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل إلى الأرض. فنوح صلوات الله وسلامه عليه هو أول رسول أرسل إلى الأرض. وقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان بين آدم ونوح؟ فقال: 10 قرون. وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. والقرن كما ذكر أهل العلم إما أن يكون 100 سنة، أو أن المقصود من القرن هو الجيل من الناس، فكل جيل قرن فيكون قريبا من 40 سنة، أو يكون القرن 100 سنة. ونوح صلوات الله وسلامه عليه ذكر في القرآن الكريم 43 مرة، وذلك أن البشر بعد آدم مكثوا قرونا طويلة وهم أمة واحدة على التوحيد، على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حتى جاءتهم الشياطين فأدخلت عليهم الشرور المتنوعة. وذلك أن قوم نوح صلوات الله وسلامه عليه مات منهم أناس صالحون،
فجاءهم الشيطان وأمرهم أن يصوروا لأولئك الصالحين صورا حتى إذا رأوهم تذكروهم وتذكروا عبادتهم، فكان ذلك سببا في نشاطهم في العبادة، واستمروا على ذلك زمنا حتى مات أولئك القوم، فجاء من بعدهم ثم من بعدهم، فجاءهم الشيطان ونظر إلى هذه الصور وقال لهم إن هذه الصور بها كانوا يستشفعون وبها ينزل عليهم المطر وكانوا يدعونها فادعوها، فدعوها من دون الله تبارك وتعالى، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فعبدوا هذه الصور من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الذي صرح به كثير من أهل العلم كالإمام القرطبي وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، ذكرنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أم سلمة وأم حبيبة كانتا قد هاجرتا إلى الحبشة قبل زواج النبي بهما، وذلك أن زوج أم سلمة قد توفي وأن زوج أم حبيبة قد تنصر، وتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلست عند النبي يوما ما قالت أو ذكرت له كنيسة يقال لها ماريا رأيناها في الحبشة وكانت فيها تصاوير، فقال صلوات الله وسلامه عليه إن أولئك كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومصداق هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من قصة أهل الكهف، فقد قال سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الذين غلبوا على أمرهم هم شرار الخلق أو شرار أهل القرية، فبنوا على أولئك الصالحين مسجدا كما فعل غيرهم. لما كفر أولئك القوم من ذرية آدم صلوات الله وسلامه عليه أرسل الله إليهم نبيه نوحا وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فلم يقصر ودعا إلى الله جل وعلا واستخدم عدة أساليب في الدعوة إلى الله جل وعلا. فمما استخدمه من الأساليب أولا الترغيب، كما في قول الله تبارك وتعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم استخدم معهم الترهيب، فذكر الله عنه أنه قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، واستخدم معهم الحوار
ومنه ما ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. واستخدم معهم كذلك الصبر وتحمل الأذى، وكان هذا من أساليبه صلوات الله وسلامه عليه، أن صبر وتحمل ما جاءه منهم من أذى. وكلنا يعلم أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تبارك وتعالى مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان يتلطف معهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لما جاءوه وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء الأراذل على قولهم. فكان قول نوح صلوات الله وسلامه عليه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولما اتهموه بالضلال فما زاد أن قال صلوات الله وسلامه عليه: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. إي والله كيف تكون به ضلالة وإنما بعثه الله لتزول به الضلالة صلوات الله وسلامه عليه. ولما قالوا له: ما نرى لك علينا من فضل وإنا لنظنك كاذبا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ وهكذا استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقومه يكيلون له الأذى كيلا، حتى إن هذا الأذى تمثل في قول الله تبارك وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذا أول رد ردوا به على نوح صلوات الله وسلامه عليه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني نراك اتبعك أراذلنا ضعفاؤنا وهم أتباع الأنبياء، نراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين لم يتمهلوا حتى في معرفة الحق من الباطل، بل كان رأيهم سريعا واتخذوا القرار دون تمهل ودون دراسة. ثم قالوا كذلك: وما نرى لكم علينا من فضل حتى تكونوا أنتم أفضل منا بل نظنكم كاذبين. وقالوا كذلك: إنا لنراك في ضلال مبين. وقالوا: لو شاء الله لأنزل ملائكة. وقالوا: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقالوا: إن هو إلا رجل به جنة. هذا رد قوم نوح عليه صلوات الله وسلامه عليه، تمثل في هذه الأمور الثمانية: الأول، أنت بشر كمثلنا نتبع بشرا مثلنا. الثاني، أتباعك أراذلنا الذين هم يتخذون الرأي دون دراسة. الثالث، ما نرى لكم علينا من فضل، أنتم كأمثالنا ما لكم علينا من فضل حتى نتبعكم ولا تتبعوننا. الرابع، نظنكم كاذبين. الخامس، نراك في ضلال مبين. السادس، لو شاء الله لأنزل ملائكة، لما لم ينزل ملائكة فنتبع الملائكة. السابع، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الثامن، بك جنة بك جنون. هكذا اتهموا وردوا على نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذه التهم كما سيأتينا في قصص الأنبياء هي التهم المكررة الموجهة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، تزيد تهمة أو تنقص تهمة، ولكنها
بشكل مجمل هي التهم التي توجه أو الأسباب التي يكون لأجلها امتناع الكافرين من اتباع المرسلين. ثم واجهوه بالأذى، أذوه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا بما صار نوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل إلا لذلك الأذى الذي أصابه من قومه صلوات الله وسلامه عليه. منها اتهموه بالجنون، وهو مصداقه قول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. واتهموه بالضلال، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. اتهموه بالجدل العقيم، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ثم توعدوه بالرجم، قالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. ثم سخروا منه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ثم كان بعد ذلك سوء الأدب مع نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكل هذا لم ينفع مع قوم نوح صلوات الله وسلامه عليه. وتأملوا قولهم: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قد جادلتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت صادقا أنك رسول من عند الله تبارك وتعالى إلينا، فلا حاجة إلى الإكثار من الجدال معنا، فقد بلغتنا ونحن كذبنا وسئمنا من كثرة الخصومة معك وقد توعدتنا بعذاب فأتنا بالعذاب. هكذا ردوا على نوح صلوات الله وسلامه عليه. فقال نوح: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نعم، أما هو صلوات الله وسلامه عليه فوظيفته البلاغ، أما العذاب فعند الله تبارك وتعالى. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالأمر ليس بيد نوح ولا بيد محمد ولا إبراهيم ولا عيسى ولا موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هو بيد خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. وبقي نوح صلوات الله وسلامه عليه ثابتا على دينه، متوكلا على ربه تبارك وتعالى، مشفقا على أمته، دائبا في دعوته مئات السنين، وقومه لا يزدادون إلا سخرية منه وعنادا وإصرارا على ما هم عليه من الشرك، حتى قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومع هذا استمر في دعوته حتى قال الله له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انتهى، لن يؤمن أحد، أديت الذي عليك ولن يتبعك أحد بعد الذين اتبعوك. عندها قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. خلص، حكمت يا رب أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنوا، إذن يا رب عجل لهم العذاب. فدعا نوح صلوات الله وسلامه عليه على قومه. ولذلك عندما يأتي الناس نوحا يوم القيامة فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك، فيقول: إني دعوت على قومي. وهو قد دعا على قومه
واستجاب الله دعوته. وقبل ذلك كان نوح صلوات الله وسلامه عليه لما واجهه قومه بالأذى وتوعدوه بالرجل وغير ذلك تحداهم أكبر تحدي، حتى إنه قال بعض أهل العلم إن معجزة نوح صلوات الله وسلامه عليه تتمثل في ذلك التحدي الذي تحدى به قومه. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. هكذا تحدى نوح قومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام من نوح يدل على ثقة ويقين لا يكونان أبدا إلا لأمثال نوح صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التحدي تمثل في خمسة صور أو في خمس صور. الصورة الأولى قوله لهم: أجمعوا أمركم، لا تختلفوا علي، لا يقول أحد شيئا والآخر شيئا، مع أن اختلافهم جيد بالنسبة له، ولكنه قال: أجمعوا أمركم، لا تختلفوا علي، اتفقوا حتى تكونوا كالجسد الواحد، أجمعوا أمركم. ثم قال: وشركائكم، استعينوا بشركائكم من الجن والإنس والأصنام التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى، وشركائكم. ثم قال: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تكتموا، لا تسروا لبعضكم البعض، لا تجلسوا في الليالي، تحدثوا نهارا جهارا، أجمعوا أمركم، لا يكن عليكم أمركم غمة. ثم اقضوا إلي، أنجزوا، اتفقوا، أعدموني، ارجموني، افعلوا ما تشاءون، ولا تنظرون، ولا تمهلوني، ولننظر هل تستطيعون ذلك أم لا. ولم يستطيعوا أبدا. وإذا كما قلت ذكر بعض أهل العلم أن هذه كانت معجزة نوح صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المقام الذي قامه نوح صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه تتقاصر عنه الصناديد من الرجال. عندما يقف في وجه الكفرة الفجرة الذين توعدوه وهددوه بشتى أنواع العذاب يقف بينهم هذا الموقف العظيم، لا شك أنه يدل على ثقة وتوكل ويقين بنصر الله تبارك وتعالى. استمر نوح صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى بلغ السيل الزبال. عند ذلك قال نوح صلوات الله وسلامه عليه: قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وذكر عنه الله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. عندها بعد أن أتم نوح صلوات الله وسلامه عليه دعوته لقومه أمر الله نوحا أن يصنع السفينة. قال الله تبارك وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يسخرون منه. قال أهل العلم: سخروا منه لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فإنهم جاءوه فقالوا: يا نوح قد كنت نبيا فصرت نجارا، فهذا الوجه الأول
من السخرية. وأما الوجه الثاني من السخرية أنهم قالوا يا نوح من يصنع السفينة يسير فيها في البحر، أنت في البر ما تصنع في السفينة، فكانوا يسخرون منه من هذين الوجهين. فكان نوح صلوات الله وسلامه عليه بكل ثقة ويقين يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ولكن تسخرون عاجلا ونسخر آجلا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وتركوا نوحا وصنع السفينة، وذكروا أنه صنع السفينة في 40 سنة، وذكر بعضهم أنه غرس أشجارا ثم رعاها حتى قويت واشتدت، ثم صنع من أخذ منها الخشبة وصنع منها السفينة. وكل هذا كما قلنا من روايات بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. بنى سفينة عظيمة وجعلها 3 طوابق، وجعل الطابق السفلي للدواب والوحوش، والطابق الأوسط للبشر الذين معه، والطابق الأعلى للطيور. يقول الله تبارك وتعالى عندما صنع نوح السفينة وأتمها، يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ما آمن معه إلا قليل. جلس يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل. فلا تحزن إذا كنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى ولم يؤمن معك إلا قليل، بل لا تحزن إن لم يؤمن معك أحد. المهم احزن إن قصرت أنت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما اتباع الناس لك فالأمر ليس في يدك، فلا تحزن إذا كنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى ولم يؤمن معك إلا قليل، بل لا تحزن إن لم يؤمن معك أحد. المهم احزن إن قصرت أنت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما اتباع الناس لك فالأمر ليس في يدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. رسول من أولي العزم من الرسل، ناصح أعطاه الله تبارك وتعالى الخبرة الطويلة في الدعوة إليه، وهو ملهم يوحى إليه، جلس هذه المدة الطويلة يقين وصدق وإخلاص وتقوى، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. قل لي بالله عليك عبد الله، كيف أنت من نوح عليه الصلاة والسلام وتحزن إذا آمن لك 1 أو 2 أو 3؟ بل افرح أنه هدى الله على يديك رجلا واحدا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، بل سيأتينا في قصة أبي الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقول الله جل وعلا فآمن له لوط فقط. ذكروا أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لم يؤمن به إلا لوط، ولوط النبي فقط. المهم أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه يقول الله عنه وما آمن معه إلا قليل. هذا القليل ذكرت كتب أهل الكتاب أنهم لم يتجاوزوا 80 من رجال ونساء، وقال بعضهم 83، والله أعلم بعددهم، ولكن يكفينا قول الله وما آمن معه إلا قليل.
ويكفينا أنهم حملتهم مع دوابهم وطيورهم سفينة، فهم لا شك أنهم قليل، وسفينة مشحونة كما قال الله تبارك في الفلك المشحون، أي شحنوا فيها شحنا. يقول: فقال نوح عليه الصلاة والسلام: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي غفور رحيم. وهذه قراءة مجراها ومجريها. فالمهم أن نوح عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة قال بسم الله تسير وتجري وبسم الله ترسو. فهذا التعلق العبد دائما يتعلق بربه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فجر الله الماء من الأرض وفجرنا الأرض عيونا، صارت الأرض كلها عيونا، وأنزل من السماء المطر ماء منهمر من السماء ينزل، فالتقى الماء ماء السماء بماء الأرض على أمر قد قدر، أي قدر بأمر الله تبارك وتعالى. هنا الآن إن تسخروا منا تصنع سفينة في البر، صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، هذا وقت السفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير، ألواح ومسامير، سفينة عبارة عن ألواح ومسامير. وحملناه أي نوحا عيسى والسلام معه، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي برعايتنا وعنايتنا وحفظنا ورحمتنا، حفظها الله تبارك وتعالى، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا الجزاء يا نوح لما كفروك وعادوك وآذوك، انظر الآن كيف دمرهم الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، قد لا يستطيع الإنسان أن يتصور هذا الأمر، ولكن يكفينا أن نصدق قول الله تبارك وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، ينادي ابنه يا بني اركب معنا حتى تنجو، يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهنا القراءة المشهورة عند حفص: يا بني اركم معنا، بالميم، اركم معنا، تدغم الباء بالميم. وهنا قراءة ثانية أيضا مشهورة جدا: اركب معنا. والذي نقرأ هنا في الكويت: اركم معنا، بالميم وليس بالباء، اركم معنا. فالشاهد أن نوح عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، أولئك كافرون سيهلكهم الله. وهذه شفقة في قلب نوح على ابنه، شفقة الأب على ابنه. ولذلك الله تبارك وتعالى وصى الإنسان بوالديه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن لم يوصي الأب أبدا ولم يوصي الأمة بالولد، لأن هذه الشفقة مغروسة في قلوبهم، في قلوب الآباء والأمهات. ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل، يظن أن الأمر يأخذه بالشطارة والشجاعة وغير ذلك،
بل هو كما في قول الله تبارك وتعالى أو كما في حال المؤمنين يوم القيامة عندما يمشون على الصراط. أتظنون الذي يمشي في السرك على الحبل هو الذي سيمشي على الصراط؟ لا، بل التثبيت من الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر هنا، أيظن أنه كلما أراد الإنسان أن يصعد إلى أعلى نجا؟ لا، وإنما هم من أراد الله لهم النجا. ولذلك لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، جاء الرد من أبيه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا جبل ولا غير جبل، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهم الذين ركبوا في السفينة، إلا من رحم. يقول الله تبارك وتعالى وحال بينهما الموت، يعني الأمر إذن لحظات، اركب سآوي لا عاصمة، حال بينهما الموت. وذلك أن السماء قد انفتحت كالقرب والأرض تفجرت كالعيون والتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض حتى على أعلى شائر في الأرض، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وأنجى الله نوحا ومن معه. وذكر أهل العلم أن أولاد نوح أربعة، حام وسام ويافث ويام. حام قالوا هو من نسله القبط والبربر والسودان، ليست دولة السودان وإنما السود بشكل عام، القبط والبربر والسودان هؤلاء من نسل حام. قالوا والعرب والفرس والروم من نسل سام، العرب والفرس والروم هؤلاء من نسل سام. ثم الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج من نسل يافث، والذي غرق هو يام ويسميه أهل الكتاب كنعان، هذا الذي غرق إما أن يقال له يام وإما أن يقال له كنعان. وهنا نجى الله تبارك وتعالى نوحا والذين آمنوا معه، الذين يربطهم معه نسب الدين، وأما نسب الولادة فإن الله أهلك ابنه كنعان أو ياما. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، بعد أن أغرق الله جميع الكافرين يقول الله جل وعلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك، خلاص أديت ما عليك، جند من جنود الله تبارك وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، السماء مقصود به المطر، خلاص توقف المطر، الأرض ابتلعت ما عليها، السماء توقفت عن المطر، وغيض الماء، غيض يعني نقص، غيض الماء واستوت على الجودي، الآن ظهرت الجبال لأن الماء عم جميع الجبال. أليس ابن نوح صعد على أعلى جبل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين؟ إذن الماء غطى جميع الجبال. ثم لما انتهى الله من عذابهم أمر السماء أن توقف المطر، وأمر الأرض أن تبلع ماءها حتى نقص الماء، هنا توقفت السفينة على البر مرة أخرى واستوت على الجودي. والجودي على المشهور هو جبل في الموصل، وقيل الجودي هو جبل، اسم جبل، أي جبل، يعني أن تقول جبل، جبل كذا وجبل كذا وجبل كذا وجبل كذا، كذلك الجودي، جودي كذا وجودي كذا وجودي كذا وجودي كذا، فيكون الجودي اسم جنس لأي جبل. واستوت على الجودي، استوت على جبل من الجبال، أو استوت على الجودي هو جبل معين في الموصلة من العراق. يقول الله تبارك وتعالى واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هكذا لحظات انتهى كل شيء، كأنه حلم، كأنه حلم، موج وعذاب شوي، ولا ما في إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، والأرض يباب، كل من عليها هلك،
كل من على وجه الأرض. وإذاك قيل لنوح إنه آدم الثاني أو آدم الأصغر، لم يبق إلا الذين كانوا معه. يقول الله تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وذكرت هنا قصة إسرائيلية، وقد ذكرنا أن لا بأس أن نروي القصص الإسرائيلية. ذكر أن امرأة من قوم نوح لما بدأت السماء تمطر والأرض تنبع صعدت بولد لها رضيع إلى أحد الجبال خوفا من الماء، فجاءها الماء فصعدت، فجاءها الماء فصعدت، فجاءها الماء حتى وصلت إلى قمة الجبل، فجاءها الماء فرفعت ولدها، فغطاها الماء حتى وصل إلى عنقها، فرفعت ولدها فوق فغطاهم، غطاهم الماء كما غطى غيرهما. وقد قيل: لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبي، ولكنه أهلك الجميع سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن الصبي في النار، لا يلزم، وإنما إذا جاء العذاب عم الجميع ثم يبعث كل على نيته. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى الأمر: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ربي إن ابني من أهلي، لأن الله قال: لننجينك وأهلك. والله سبحانه وتعالى يقول: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فيقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت أخبرتني أنك تنجيني وأهلي وأنت أحكم الحاكمين. ما الذي حصل؟ لما لم ينجو؟ ولكن هذا من أدب نوح مع ربه تبارك وتعالى أن تكلم بهذه الطريقة. فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إنه عمل غير صالح. ما معنى إنه عمل غير صالح؟ قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: إنه عمل غير صالح، أي هذا العمل منك يا نوح غير صالح، أن تسألني ما ليس لك به علم، يعني دعاؤك هذا عمل غير صالح. وإذاك جاء بعدها التأنيب في قول: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أو أن يكون معناها إنه عمل غير صالح، أي ركوب الكافر معك، أنت لا يركب معك إلا المؤمن، وهذا كافر كيف يركب معك؟ إنه عمل غير صالح منا إذا أركبنا الكافر معك. وهناك قراءة أخرى: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني إن ابنك عمل عملا غير صالح فلا ينجو معكم، فلا ينجو معكم. وهي قراءة سبعية صحيحة. وهنا في غرق ولد نوح وغرق امرأته كذلك، كما سيأتي أن امرأته كانت أيضا ممن غرق. بهذا يتبين أن الأسباب كلها تنقطع إلا ما كان متصلا بالله وحده على أيدي رسله، وذلك أن الاتصال بين الناس فوق اتصال مع الأنبياء فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية، بل هذا هو أشد اتصال بين الناس. أشد الناس الذين تتصل بهم في هذه الدنيا إما أن يكون اتصال أبوة أب أو أم، اتصال بنوة ابن أو بنت، اتصال زوجة. أقرب الناس إليك يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، فهؤلاء هم أكثر الناس صلة بك وأكثر من تشفق عليهم. ولكن هذا الاتصال إن لم يكن معه اتصال عقدي فإنه لا ينفع، لا ينفع. ولذلك لم يغن نوح عن ابنه، ولم يغن إبراهيم
عن أبيه، ولم يغني نوح كذلك ولا لوط عن ابنه، نوح عن ابنه وعن زوجته، ولوط كذلك عن زوجته. فلوط زوجته ونوح زوجته، ونوح كذلك ابنه مع زوجته، وإبراهيم أبوه. ومع هذا الاتصال الذي هو في النسب لم يغني شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم والله بما تعملون بصير. يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هنا الخيانة لا شك أنها خيانة الدين، الخيانة وليست خيانة الفراش بأي حال من الأحوال، وذلك لأسباب كثيرة. منها لو كان من امرأة نوح وامرأة لوط زنا لكان قومهما عيراهما بهذا، كان يعير نوح، قالوا في ضلال مبين، قالوا نظنك من الكاذبين، قالوا اتبعك الذين هم أراذلنا، وغير ذلك من الاتهامات يتهمون فيها نوح. لو كانت امرأته كذلك قالوا لا فراشك غير طاهر. لما لم يتهم بهذا فعلم أن الخيانة لم تكن خيانة الفراش. كذلك قول الله تبارك: ونادى نوح ابنه وكان في معزل وقال إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وذلك أن بعضهم قال إن ابن نوح هذا كان ابن زنا الذي لم يلد، وهذا كذب، بل الله سماه ابنه، قال ونادى نوح ابنه فنسبه إليه، وقال عن لوط آل لوط فنسبهم إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ونوح طيب فله الطيبات، ولكنها خبيثة في الدين في العقيدة، أما الخباثة في العرض فالله منزه أنبياءه عن ذلك. ثم كذلك لو كانت الخيانة بالزنا لما قال الله وقيل ادخل النار مع الداخلين، لأن الزنا لا يخرج الإنسان من الملة، وإنما أخرجها من الملة خيانة الدين لما خانت نوحا عليه الصلاة والسلام في دينه. ثم كذلك قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يمكن أبدا أن الله يختار لأنبيائه نساء أمثال هؤلاء. وإذاك نص أهل العلم أن من اتهم امرأة نبي بالزنا فهو كافر خارج من الإسلام. بعد هذه الدعوة الطويلة من نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما بعد هذا كله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح يوم القيامة وأمته، فيقول الله لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي بلغت. فيقول الله لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نبي. تصوروا 950 سنة وبعد هذا كله تأتي أمة نوح يوم القيامة تقول: ما جاءنا من نبي، ما بلغنا. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ أنت تقول بلغت، هم ينكرون، من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته يشهدون لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنشهد أنه قد بلغ. قال: وهو قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم قال صلوات الله وسلامه: الوسط العدل، أنتم أمة عدول. طيب نشهد بماذا؟ نشهد بأن الله صادق، نشهد بأن النبي صادق، نشهد بأن ما جاء في كتاب الله حق، فنشهد أن نوحا بلغ. ومنها قصة خزيمة بن ثابت لما شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاع من الأعرابي، قال الأعرابي: من يشهد لك؟ فقام خزيمة بن ثابت قال: أنا أشهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: أشهد بأنك صادق، يكفيني هذا، تكذب على دنيا على 100 دينار 50 دينار ما تكذب،
أشهد أنك صادق. فجعل النبي شهادته بشهادة رجلين. ختاما نقول: لا يعرف بالتحديد القطعي مكان الأحداث التي وقعت لنوح مع قومه، فكل من قال بالتحديد فهو رجم بالغيب. وكذلك لا يعرف الزمان الذي كان فيه نوح عليه الصلاة والسلام، ولكننا نعلم علم اليقين أن هذه القصة قد وقعت. والتحديد ليس له أثر في العبرة المطلوبة من القصة، فيكفي أن نعلم أنها وقعت على الأرض قبل أن نولد، وأننا مكلفون بما كلفوا به من عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وموعودون كما وعدوا، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما العبر والدروس من هذه القصة، فأولا عقاب قوم نوح فيه دليل على أن الجزاء قد يكون أحيانا في الدنيا وقد يكون في الآخرة، كذلك أن جميع الرسل من نوح إلى محمد متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالص. فقلت: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، استغفروا ربكم، كلهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. كذلك من آداب الدعوة ما قام به نوح أنه دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وصبر على هذا صبرا عظيما. وكذلك مما نستفيده أنه ينبغي ذكر الله دائما والاستعانة به، قال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. ويروى أن نوحا بعد هذا العمر الطويل المديد سئل، فقيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: رأيتها كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما مصير هذه الآلهة؟ هذه الآلهة بعد هلاك قوم نوح جاء بها بعد سنين طويلة عمرو بن لحي الخزاعي إلى مكة، إلى العرب، أتى بها إلى العرب، وكانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش، فأتى بها عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من جلب الأصنام، أنه أول من جلب الأصنام إلى مكة. فود كان لبني عذرة في دومة الجندل، وهدمه خالد بن الوليد، وكلكم يعرف عمرو بن عبد ود العامري، فهو نسبة إلى هذا الصنم، عبد ود يعني عبد الصنم ود. ويسواع كان لمضر وعبدته هذيل، ويغوث لمذحج قبيلة من قبائل العرب، ويعوق لهمدان قبيلة في اليمن، ونسر لحمير، وكان في سبأ يتوارثون عبادة الأصنام كابرا عن كابر، أو قولوا صاغرا عن صاغر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك. عبادة الأصنام كابرا عن كابر، أو قولوا صاغرا عن صاغر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.